بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مهندسين الأفاضل، مرحبا بكم في الدرس الثاني من دروس سلسلة تعلم الأوفيس 365. اليوم سنواصل مع هذه السلسلة العلمية، وسنتطرق للمواضيع التالية. جدول الدرس كالآتي: أولا، موجز تعريفي بالأوفيس 365. ثانيا، فوائد ومميزات استخدام الأوفيس 365. ثالثا، إطلالة سريعة على بعض تطبيقات الأوفيس 365. الأوفيس 365 هو حزمة من التطبيقات المكتبية والإدارية المبنية على خدمة السحاب المعلوماتي بهدف الرفع من كفاءة وجودة الخدمات وتقديم إنتاجية أفضل في بيئة عمل عصرية. طبعا الأوفيس 365 هو مجموعة من التطبيقات، ليس تطبيقا واحدا، ينبني على تقنية السحاب المعلوماتي المعروفة بأحد فروع السحاب المعلوماتي، وهي المعروفة بـ Software as a Service، بمعنى أن التطبيقات إنما هي مثبتة على بيئات افتراضية Virtual Environments، سواء تعلق الأمر بخوادم افتراضية مثل الإكسشينج أونلاين أو شيربوينت أونلاين أو غيره، أو تطبيقات افتراضية بناء على تقنية الأبليكيشن فيرتواليزيشن، أب فيرتواليزيشن، مثل الأوفيس، تطبيقات الأوفيس كالوورد والإكسل وما إلى ذلك. سوف نرى فيما يلي كيف تعمل هذه الخدمة على الرفع من كفاءة وجودة الخدمات وتقديم إنتاجية أفضل. فوائد ومميزات استخدام Office 365. هناك العديد من الفوائد، سنذكر منها على سبيل المثال الحصر: توفير خدمات ذات جودة عالية بأسعار مناسبة حسب مجال العمل. طبعا الجميل في Office 365 أنه تحول من منتج يشترى باشتراك سنوي إلى خدمة ذات اشتراك شهري، بمعنى أنه لم يعد مثل نظام الدفع التقليدي، بل صار خدمة مثل أي خدمة أخرى، كخدمات الهاتف المحمول، كخدمات الإنترنت، تدفع مقابل أجر شهري، هناك أجرة شهرية أو اشتراك، رسوم اشتراك شهري تدفع كل شهر على حسب قدرة الشراء، على حسب التطبيقات المتوفرة والمميزات المضافة مع كل اشتراك. مثلا في، أنا أتحدث عن كندا التي أعيش فيها، أو الولايات المتحدة أو غيرها من البلدان الأوروبية، الهاتف المحمول، مثلا إذا أخذنا خدمة الهاتف المحمول، هنا ليس فقط الخط هو الذي يتم توفيره بالشراك الشهري، إنما حتى الهاتف، مثلا نفترض قامت أبل أو سامسونج بإصدار آخر هاتف، آخر صيحة في الهواتف، فهنا ليس كبلدان، أتحدث مثلا عن المغرب، أذكر يعني قبل سنوات الاستفادة من الاشتراك الشهري كان لزاما عليك أن تشتري الهاتف، تدفع ثمنه كاملا، ثم بعد ذلك تشتري بطاقة هاتف محمول باشتراك شهري، أو على حسب العروض المقدمة. هنا لا، حتى الهاتف مثلا يتم تقسيم ثمنه على أقساط، مثلا على عامين، بدون فوائد، ويضاف إليه ثمن الاشتراك، فتعطيك ثمنا محددا تدفعه على عامين. فأوفيس 365 الآن صار مثل هذا النوع، تدفع مقابل اشتراك شهري. لا زالت طبعا خدمة الدفع السنوي موجودة، ولكن فقط بالنسبة للاشتراك المنزلي وليس اشتراك
إذا ذهبنا هنا، لا مثلا إذا ذهبنا هنا إلى الموقع الرسمي لأوفيس، هو office.com، ضغطنا هنا على المنتجات لرؤية المنتجات، نبدأ بالمنزل مثلا، plans and pricing، العروض والأثمان. مثلا هنا لدينا 3 عروض، هذا العرض مثلا Office 365 Home يقدم بالشراء السنوي 109 دولار كندي للسنة، أو بالشراء الشهري تدفع كل شهر 11 دولار، ونفس الشيء بالنسبة لهذا. إذا ذهبنا إلى البيزنسز سوف نرى أن هناك أصناف مختلفة من البيزنسز، وليس هذا فقط، إذا ضغطنا على هذا الخيار See Options for Enterprise، سوف يعطينا اختيارات أخرى متعددة على حسب مجال العمل، وكما ترون هناك أسعار، تختلف الأسعار من اشتراك إلى اشتراك حسب نوعية وجودة الخدمات المقدمة. طبعا هناك أيضا لخدمة الأوفيس المقدمة للجامعات وللطلبة، بل حتى عندهم بعض العروض مجانية، لكن يجب طبعا الإثبات، يجب إثبات أنك طالب وتدرس وهكذا. الفائدة الثانية تسهيل الولوج إلى الخدمات بفضل تقنية سحاب المعلومات. طبعا بعد ظهور تقنية سحاب المعلومات صار الولوج إلى المعلومة أسهل، فلقد حررت المستخدم من قيود الاستعمال التقليدي. وفي مضى مثلا الولوج إلى المعلومات المتعلقة بالشركة الخاصة بك، كان يجب عليك أن تكون متواجدا في المكتب للاتصال بخوادم الشركة، وإلا كان لزاما عليك أن تتصل بخدمة الـ VPN، هذا خدمة الـ VPN. أما مع السحاب الإلكتروني فما عادت الحاجة لهذا، الخدمة تكون مستضافة على خوادم مايكروسوفت حول العالم، وتستطيع الدخول إليها من أي مكان كنت، حتى لو كنت في أقصى بلاد الله، تستطيع الولوج إليها بدون مشاكل. ما دام لديك متصفح إنترنت يدعم حديث، يدعم خدمة الـ HTTPS، فلا مشكلة. وكيفما كانت بيئة عملك، سواء كنت على الويندوز أو كنت على لينكس أو كنت على الماك، مثلا هذا حسابي على الأوفيس 365، دخلت له سلفا من الويندوز، وعندي هنا على الماك، على اللينكس عفوا، ها هو ده حسابي الأوفيس 365، أدخله من على اللينكس لا مشكلة، وهنا من على الماك. لا مشكلة. فهذه التقنية، تقنية السحاب الإلكتروني، جعلت مهمة المستخدمين سهلة. ثم من بين الفوائد توفير مواد علمية للدراسة وتعلمها التقنية، وهذا طبعا عندما تشترك في أي اشتراك مايكروسوفت توفر لك كثير من الخدمات. مثلا إذا دخلنا هنا على لوحة التحكم، لوحة الإطار،
سنرى هنا. نعم هذا، انظر هنا اسم المخصص للتعلم و للكتب التقنية والعلمية، مثل هنا Training for Admins، ليتعلم المستخدمون الإداريون الذين سيكونون على ستوقع على عاتقهم مسؤولية إدارة موارد الشركة مثل الإكسشينج أونلاين، شيربوينت أونلاين، وان درايف فور بيزنس وما إلى ذلك. هنا توجد بعض الأمور التعليمية للمستخدمين، مثلا كيف يستخدمون الأوتلوك، كيف يستخدمون الوان درايف بكفاءة، كيف يستخدمون الوورد وما إلى ذلك. وطبعا هناك مختلف الطرق للتعلم، هناك المجلات التقنية، هناك دروس فيديوهات على موقع لينكد إن، مهدات لك بالمجان. رابعا، توفير بيئة عمل عصرية تحرر الموظفين من القيود التقليدية، وقد تطرقنا إلى بعضها في النقطة الثانية في تسهيل الولوج. فما عاد الموظف بحاجة إلى أن يرتبط بمكان معين للولوج أو للاتصال بالخوادم أو ببيئة العمل. إطلالة سريعة على بعض تطبيقات الأوفيس 365، قد رأينا قبل كيف سجلت حسابي، ومثلا دعونا نقوم بدخول الحساب من الماك. كما ترون هنا بعض التطبيقات الخاصة، هنا مثلا تطبيق Outlook on the web. فمثلا إذا كنت على متصفح أو على نظام تشغيل مثل الماك، رغم أنه يتوفر على نسخة نستطيع تنزيلها للتطبيقات المكتبية، إلا أني لسبب أو لآخر اخترت أن أقوم بالتحكم فقط أو الولوج إلى الأوتلوك عن طريق الويب، أمكنني ذلك. هنا ون درايف، خدمة التخزين السحابي التي توفر لك مساحة في السحاب في خوادم مايكروسوفت، تستطيع حفظ بعض بياناتك فيها، أو طبعا لا أنصح توضع البيانات الحساسة في خدمات السحاب العامة أو في أي موقع من مواقع التخزين العامة مثل ون درايف، جوجل درايف وما إلى ذلك. لكن هذا مثلا أمور ذات طبيعة عامة، كتب، وثائق تقنية وما إلى ذلك، تستطيع أن تضعها هنا لتخفيف العبء عن جهازك، لا سيما إذا كان جهاز تعرفون الأجهزة العصرية، لا سيما اللابتوب والنوتبوك العصرية مع الـ SSD مساحتها نسبيا أقل من الـ HDD التقليدي، من الهارد درايف التقليدي. فهذه التقنية ون درايف توفر لك مساحة لتخزين معلوماتك بطريقة آمنة، وتعطيك مساحة كافية صراحة، 1 تيرابايت، إنها يعني مساحة كافية. وهنا الوورد أونلاين والإكسل يوفر
متصفح الوورد والإكسل لفتح الملفات الخاصة بكل من هذه التطبيقات مع خصائص أقل من النسخة المكتبية. تتوفر فقط على الخصائص الضرورية لضمان معالجة النصوص، معالجة فعالة للنصوص والبيانات. هنا والنوت طبعا برنامج معروف لأخذ بعض المذكرات. هنا شير بوينت هو موقع تستطيع من خلال موقع داخلي، طبعا ليس موقع على الإنترنت، هو موقع داخلي تستطيع من خلاله مشاركة البيانات وإنشاء مواقع داخلية فقط للموظفين وللأطر المخول لها الدخول. والون درايف على فكرة، الون درايف مبني على تقنية شيربوينت. هنا التيمز وهو برنامج المحادثات واللقاءات على النت، الاجتماعات على النت، وسوف يكون البرنامج سيعوض سكايب فور بيزنس. حاليا يوجد سكايب فور بيزنس ويوجد تيمز، لكن أظن أن مايكروسوفت أعلنت أن السنة القادمة أواخر السنة القادمة سيكون هي آخر سنة لسكايب فور بيزنس. هناك تطبيقات أخرى مفيدة لمن يقوم بإدارة زبناء. إذا كان لديك زبناء وتريد أن تقوم بإصدار فاتورة فهذا تطبيق مفيد. وهنا بوكين الحجوزات. يامر هو برنامج المحادثات المهنية بين الموظفين مثل الفيسبوك لكنه فقط للمحادثات المهنية. وهناك أيضا داينامكس وبعض التطبيقات الإدارية الأخرى الجميلة. هناك طبعا تطبيقات أكثر إذا ضغطنا على All Apps الشركة مثلا. الآن لنلقي نظرة على مركز الإدارة، مركز إدارة تطبيقات الأوفيس كما ترون هنا. وسوف نتطرق لكثير من خانات ووظائف هذا المركز ببعض التفصيل فيما يأتي من الفيديوهات، لكن الآن نلقي نظرة وإطلالة خفيفة. الصفحة التي تفتح بمجرد ما أن تفتح مركز الإدارة هي هذه الصفحة، تعطيك بعض المعلومات عن مؤسستك أو منظمتك. هنا اسم المؤسسة، مثلا أنا عندي اسم مؤسستي I'm Reginald. بالنسبة للمستخدمين، المستخدمين هنا تستطيع رؤية المستخدمين سواء منهم الناشطين الضيوف، وفي هذه الحالة أظن أن عندي أيضا ضيوف، والمحذوفين الذين تستطيعون أن تعيد بعثهم من جديد في ظرف زمني محدد، أظنه 45 يوما إن لم أكن واهما. هذا هو المدة التي تحتفظ بها مايكروسوفت بمستخدمي المحذوفين قبل الحذف النهائي. هذه خاصة بالمجموعات وعلب البريد المشتركة. الروز هذه الأدوار، هنا كثير من الأدوار التي يستطيع من خلالها مدير النظام أن يوزع الأدوار حسب تخصص كل شخص من الأشخاص. طبعا أقوى دور هو الجلوبال أدمن، المدير
العالمي أو المدير الكلي، وأول حساب يتم إنشاؤه حينما تنشئ حساب من Office 365 يعطى هذه الصلاحية by default، يعني تلقائيا. هنا بالنسبة للresources يتعلق الأمر فقط بالغرف، غرف الاجتماعات، إذا كنت عندك غرفة اجتماع من اجتماعات سكايب أو اجتماعات تيمز، بيلين هذه المكان المخصص لإدارة الاشتراكات وما إلى ذلك، سبورت هنا إذا احتجنا إلى إنشاء إذا احتجنا إلى خدمة من مايكروسوفت، كان لدينا مشكل احتجنا إلى خدمة، هذا هو المكان. Settings لإعدادات تتعلق بالمجالات، إدارة الطاقات مثلا، لأنه حينما تنشئ حساب لأول مرة فأنت تعطى نطاقا افتراضيا في خوادم مايكروسوفت تلقائيا اسمه onmicrosoft.com، ثم بعد ذلك تعطيك مايكروسوفت الإمكانية أن تضع نطاقك الخاص بك your own domain. طبعا يجب أن تثبت ملكيتك لهذا النطاق، ولا يشترط أن تكون اشتريته من مايكروسوفت. مثلا أنا عندي نطاقي imologynet.com مع جودادي، فمايكروسوفت أظن لديها مستندات تقنية تساعدك على تثبيت وإعداد نطاق خاص بك. هنا طبعا أمور أخرى خاصة بمنظمتك، سيت اب الإعداد. هنا فقط بعض الإعدادات الخاصة بالحساب مثل كلمات المرور محدداتها وما إلى ذلك. Reports هذا يعطيك فكرة عن البيانات، رسوم بيانية وما إلى ذلك. الهيلث هذا صراحة مكان مفيد، يعطيك فكرة عن حال كل خدمة من الخدمات المقدمة من Office 365، هل هي تشتغل بدون مشاكل، هل هناك مشاكل، هل هناك نصائح. مثلا هنا باللون الأزرق ليس هناك مشكل، إنما هناك فقط نصائح وتوصيات. حينما يكون مشكل تكون علامة إكس باللون الأحمر، وطبعا إذا نزلنا سنجد هنا بعض المراكز الإدارية مثل مركز إدارة الإكسشينج، مركز إدارة شيربوينت، مركز إدارة تيمز، مركز إدارة الأجر أكتيف دايركتوري وما إلى ذلك. طبعا لا زال هناك الكثير يقال، فكانت هذه نبذة خفيفة عن أوفيس 365. وإلى ذلك الحين ألقاكم بعون الله بألف خير، ودمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله.